الله أكبر الله في عام 75 كان القمع في ليبيا يعني بدأ يعلى صوته ضد الليبيين، فقررت أن أترك. وأيضا يعني كنت شاب صغير، فبدأت في المشاكل السياسية وإلى آخره، فطلبوا مني من الأفضل أن أترك، فتركت. يعني أسباب هذه تقريبا هي أسباب سياسية وليست أسباب اقتصادية على أساس أخرج أعمل برا والله، بل يعني رحلت للدراسة، هذه كانت الفكرة يعني. فوصلت بريطانيا عام 75، حتى هذه اللحظة يعني حرمت أنا من وطني لمدة 37 سنة. لما بدأت المرحلة طبعا تدريجيا 75 تقريبا عند 80-79 كانت كنت معارضا، ولكن أغلب الشباب في ذلك الوقت كنا نخفي في وجوهنا عندما نخرج في مظاهرات إلى آخره. المظاهرة طبعا كان في مظاهرة عام 84 17 أبريل 84 أمام السفارة الليبية، كنا نحن تقريبا 4 أو 5 أشخاص نظموا هذه المظاهرة ضد القذافي، وأطلق علينا الرصاص. قتلت الشرطية إيفون فليتشر في ذاك اليوم، وأصيب تقريبا 20 متظاهر بقوا في المستشفى، وقطعت بريطانيا علاقاتها مع ليبيا لمدة 10 سنوات بسبب تلك المظاهرة. ومن هناك انطلقنا يعني في التظاهر العلني، وكشفنا وجوهنا، وبدأت أنا منذ ذلك الوقت أخرج على شاشات التلفزيون وتحدث يعني بصورة الكاملة وبصوت الكامل، وبدأت أكتب في الصحافة علنا. طبعا هذا كان ينعكس على أهلي في ليبيا، كانوا يعني يجيبوهم المخابرات يشيلوهم، أصدقائي أيضا البعض منهم عندما يرجع، كنت أنا يعني على القائمة دائما من أجهزة المخابرات يسألونهم عني، يعني هل تعرف محمد مخلوف الكذا إلى آخره. ومن ذاك الوقت يعني حتى سقوط القذافي كنت معارضا علنيا، يعني معارضة كانت معارضة علنية. بالنسبة لي يعني من النظرة الإنسانية هي ليبيا، يعني لما دخلت مدينة بنغازي بعد 37 سنة نفس الرائحة نفس الأصوات، تراب غبار الناس. الاختلاف الوحيد كانوا أن الناس يشعرون بالحرية، شعور بالحرية بعد 41 سنة من القمع والقتل والشنق العلني يختلف. يعني تشعرين الناس أحرار، ممكن تشوفيها بعيونهم، الناس تشوف عيونهم أنهم أحرار، في سعادة، في يعني شيء غير عادي في البلد، شعور بالسعادة وبالحرية. يعني كلمة الحرية نقرأها نحن في الكتب ونسمع عنها ونشوفها بالأفلام، ولكن عندما تنظرين إليها 3D أبعاد تشوف الناس كيف هم فعلا أحرار، هذا هو الاختلاف. خايد دورتنا علي قبرك طوالي، هاي علي قبرك طوالي، علي قبرك طوالي، يا مسح صمتنا يا وجه القنبالي، هاي يا وجه القنبالي،
يا وجه الكمالي خلي رايتنا ما يقبل هوالي ما يقبل هوالي ما يقبل هوالي. القفص كانت فكرة بسيطة جدا. كنت أنا طبعا حياتي كانت بحث عن وطن خلال المنفى خلال 37 سنة كنت أبحث عن وطن. فجئت إلى بيروت عشت هنا سنة ونص سنتين، ذهبت إلى مصر عشت فيها سنتين، ذهبت إلى أبوظبي، ذهبت إلى تونس، كنت أبحث دائما عن وطن. في أحد المرات كنت مسافرا لأعيش في القاهرة وكنت أجمع أشيائي أحطها في الصناديق، فوجدت أحد الصناديق فيها كاسيتات، مجموعة من الكاسيتات، ما عرفت يعني ما هذه يعني الكاسيتات، فرحت أسمعها فاكتشفت أنها هي تسجيلات للأنسرينج ماشين، ما كنت أمحاها، سجل عليها دقائق ثم أتركها. فبدأت أسمع، فجاءتني فكرة فيلم أن هذه أصوات منذ بداية الثمانينات، أصوات لناس في حياتي. أنا كان اسم الفيلم هو في الواقع حيوات، جمع حياة، هذه كانت فكرة الفيلم، إن في ناس أحياء في ناس توفوا في هذه الأصوات في الأنسر المشين. فقررت أن أنجز هذا الفيلم، نعمل فيلم. بالصدفة كان أحد الطلبة شاب صغير يدرس في السينما هناك، شاب عراقي وأمه إيطالية، فأخبرني بأنه اشترى سوبر 8 كاميرا بسيطة $20 أو شيء، وقلت له ممكن نجربها في فيلم. وفعلا كتبت فكرة الفيلم في ليلة، وقررنا أن نصور هذا الفيلم في حدود 5 ساعات يعني منذ خروجي من البيت. هي كانت الفكرة طيب، هناك أصوات في الأنسرينج ماشين، ولكن الصورة المرئية الفيجوال شو 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 حيكون يعني؟ هذا كان السؤال الصعب، كأنه يعني ورشة عمل. فقررت أن تكون الصورة هي يوم في حياة إنسان منفي اللي هو أنا. قررت أن تدرج الكاميرا نحوي بدون أن أظهر أنا يعني كثيرا من الجنة. صورنا 35 دقيقة أبيض وأسود. هناك لقطة واحدة في هذا الفيلم بالألوان، الفيلم كله بالأبيض والأسود، ولكن هناك لقطة واحدة فقط، وهي صورة لي وأنا أقف في محطة القطارات، محطة فارغة أنتظر القطار الذي يذهب بي إلى الوطن. كانت هذه هي اللقطة الوحيدة. ثم فكرت في اسم الفيلم، فيعني فكرت بأن هذه آلة تسجيل، هذه فيها كل هذه الأصوات، هذه الحيوات يعني عبر سنين. فتخيلت بأن هذا قفص إلكتروني فيه كل هذه الأصوات، فقررت أن يكون اسم الفيلم القفص، هو قفص ذكرياتي في المنفى، وأطلقت عليه هذا الاسم فيلم القفص، وعملت بميزانية قليلة جدا، والحمد لله فاز بعدة جوائز حول العالم. Good evening, this is Qatar National Bank, London branch calling. We'd like to speak to Mr. Mohammed Makhlouf, please. If you get this message, could you please give us a call tomorrow morning? If you can call 0207-647-2661 and ask to speak to Mr. John Ablett, please. Thank you very much. We look forward to speaking to you as soon as possible. Thank you. Good night. Assalamu alaikum, Hamida. Halak tayyib. Rashad maak. Sorry, leet el message ntaak. Tana hki lak lama ntalaqo. عموما انا الليله مشغول بين الثمانية عند كل العشرة والله كذا، ماشي نخطب لولدي بليف ات اور نوت خطوبه يعني، فبعد ما نجي ان شاء الله ندير لك تليفون كنا نتقابلوا بل نشوفوا بعضنا. اوكي حمادي، تشاو. محمد اللي بسمع، انا كنت عايز اقول لك ان انا بعدين ممكن بكره. سلام. أنا محمد، أنا بسمة، الساعة 9:10 هكلمك بكرة إن شاء الله. مع السلامة. يا أخ محمد مخلوف، هيئتك صاير حضاري وعندك answering machine.
أنا أخيك نبيل أبو حمد يتكلم. حكيتك بطلت متخلف، فخلينا نسمع صوتك حكيني. Thank you. Bye. طبعا أعمالي كلها تقريبا هي حول ليبيا. أنا حياتي كلها كانت مكرسة إلى ليبيا. حتى هذه اللحظة أنا الآن في بيروت عام 2012، لسه مخلص فيلم عن مدينة ليبية اسمها الزاوية، وهي يوميات هذه المدينة تحت الحرب، خلال الحرب مع نظام القذافي. عندي فيلم آخر اسمه وطن في المنفى، Home in Exile، وهو يحكي على المنفيين وفكرة المنفى، فكرة إنسانية، أن كيف الإنسان يعيش في المنفى وقد يموت في المنفى. عندي فيلم تاني، فيلمين على شخصيات ليبية أيضا. فيلم القفص أيضا هو يعني في نهاية الفيلم هناك أهداء لليبيا والشعب الليبي ولمدينتي وأهلي. فكل أفلامي يعني مكرسة يعني لشرح قبل الثورة ما يحدث في ليبيا، والآن ما يعني خلال الثورة وما بعد الثورة. وهناك فكرة فيلم نعمل عليه الآن إن شاء الله، وهو فيلم حول مجزرة مشهورة في ليبيا قام بها القذافي عام 96، تسمى مجزرة أبو سليم، حيث قتل 1200 سجين سياسي في يوم واحد قتلوا. وقررت أن أقارن بين أمهات الضحايا، كان هذه الأمهات يخرج كل يوم خميس بصور أولادهم، يبحثوا عن أولادهم حتى الآن لا يعرف مكانهم. وعملت مقارنة مع أمهات في الأرجنتين مشهورة في السبعينات أيضا النظام الفاشي، عندما اختفى الألوف من الشباب، وكان الأمهات والجدات الأرجنتينيات يخرجن كل يوم سبت للبحث والمطالبة، التظاهر والاعتصام للبحث عن أبنائهم. فهذه هي المقارنة بين الأرجنتين، أمهات الأرجنتين وأمهات ليبيا، وسميت هذا الفيلم أمهات الأمل، Mothers of Hope. النظرة للمستقبل، طبعا أنا أرى المستقبل هو الشباب حقيقة، يعني هو هذا الجيل هو الذي قام بالثورة. نحن قمنا يعني بالتحريض على الثورة من الخارج، الكثير من الناس من الأجيال اللي قبل هذا الجيل سجنوا، شنقوا، تعذبوا، وكثير منهم طبعا مثلي عاشوا في المنافي بعيدا عن الوطن لسنوات طويلة. أعتقد هذا الزخم من المعارضة وهذا الزخم من حب الوطن تبلور في فكرة الثورة ضد الدكتاتورية، يعني هي فكرة إنسانية كبيرة ضد الظلم وضد القمع إلى آخره. إذن هؤلاء الشباب المستقبل بالنسبة لي هم هؤلاء الشباب. أمنيتي أنا كشخص شارك مشاركة متواضعة في التحريض على الثورة أن أرجع إلى بلدي وأن أبني المستقبل مع هؤلاء الشباب. هذا هو حلمي وخلاص، يعني بعدين أعتزل، ممكن أعتزل السياسة وأركز كيف نعلم هؤلاء هذا الجيل الذي يتوق ويحلم بالمعرفة. كانوا ممنوعين من اللغة الإنجليزية، كانوا ممنوعين من السفر، من تعلم اللغات، من تعلم التلفزيون، من تعلم السينما. يعني أمنيتي أنا أشارك في بناء مؤسسات ثقافية لتدريب وتعليم هؤلاء الشباب إن شاء الله. أنا أرجع إلى ليبيا وأكون مثل ما يريدني هذا الشعب وهذا الجيل، يريدونني أن أدرس وأعلمهم، أنا مستعد.
يرشحونني وزير ثقافة، هذا شرف لي وليس عمل. يريدونني مواطنا عاديا أجلس معهم وتحدث معهم مع نشرب الشاي، أنا أقبل أي شيء يأتي من هذا الجيل، خاصة هؤلاء الشباب ومن هذا الوطن ومن هذا الشعب. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هي في الواقع الأموال عرضت علي من قبل أحمد قذافي الدم، ابن عم القذافي، ويعني يعتبر ذراعه اليمنى في مصر، هو المسؤول عن بلايين من الدولارات التي هربت خارج ليبيا. طلب مني لمرات عديدة أن أتوقف عن الكتابة ضد النظام، كنت مجاهرا بالمعارضة، فطلب مني عدة مرات عبر وسطاء أن أتوقف، وعرض علي أموال يعني بالملايين، فكنت دائما أرفض وأقول لهذا الوسيط، قل له بأننا بيننا وبينكم فأر، أنتم هذه العائلة، عائلة القذافة التي حكمت ليبيا بالنار، بيننا وبينكم فأر. ثم في السنوات الأخيرة أيضا اتصل بي عن طريق وسيط سيف الإسلام ابن القذافي، فقلت له كلمة واحدة، أنا لا يشرفني أن ألتقي بك، وهذا كان موقفي يعني ذاك الوقت وموقفي الآن. يعني هو الموقف ليس ضد هذا الشخص فقط، ولكن ضد الإنسان الطاغية وأبنائه الذين يحكمون الشعوب، يعني هي فكرة ضد الـ 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 القمع ومن يقوم بالقمع ضد الشعوب، فهذه فكرة يعني إنسانية كبيرة جدا، والحمد لله هذا مبدأ عشت عليه وسأواصل حياتي حتى الموت بإذن الله عليه، وهو المبدأ والثبات على المبدأ. يقول فيكتور هوغو مقولة جميلة جدا، وهي أن المنفى نوع من الأرق الطويل، سمية. تسمعين عن المنفى؟ يعني الشباب الذين لم يخرجوا من بلدانهم ولم يتركوا أهلهم وأوطانهم، كلمة جميلة المنفى، إكزايل، ولكن المنفى لا تعرفينه إلا إذا عشت فيه. يعني عندنا مثلا ليبي يقول لك ما يشعر بالنار إلا اللي عابس فيها، إذا أنت لم تحفزي في نار هذا المنفى لا تعرفيه، يصبح كلمة مثل الشجن ومثل الحب وكل هذه. فكلمة المنفى فعلا نوع من الأرق الطويل، المنفى. لكن جمالية المنفى أنه يؤنسن الإنسان، تتعلمين لوحدك بعيدا عن الوطن وعن الناس وعن أهلك وعن أصدقائك، تتحملين، يعني الإنسان يتحمل العذاب، يتحمل البعد، يتحمل الفراق. في ناس تسقط، سقطوا في المنافي ورجعوا كثير من الناس، ولكن أن تكوني ممنوعة من الوطن. يعني الإنسان، أنا إنسان حر أروح أي مكان في العالم ما عدا وطني، هذا هو المنفى، وهذه هي مأساة المنفى، وهذا هو ألم المنفى. فالمنفى كلمة نقرأها ولكن يعرفها من يعيشها. طبعا المنفى بدايته كان دراسة، يعني كنت أدرس وحاول أتعلم، ليس فقط في الكلية ولكن أتعلم في الحياة وأواجه الحياة وأعمل من أجل البقاء أيضا. فهذه هي كانت يعني هي بحث عن الذات، بحث عن الإنسانية، يعني كل هذه الأشياء كانت هذه هي المرحلة الأولى، وأيضا البحث عن المعرفة. المعرفة يعني الإنسان حتى يموت وهو ما زال يتعلم، ولكن في بداية المنفى عندما بعد سنتين ثلاثة عندما يهدك المنفى وأنت الآن فعلا لا تستطيع أن ترجع إلى الوطن، هنا تبدأ رحلة البحث عن المعرفة والبحث عن نفسك والشجن والألم والأشياء هذه المختلطة، ولكن هي يعني أنا أعتبرها مرحلة قوية جدا، كما أقول دائما هي تؤنسن الإنسان، يعني تشعر بإنسانيتك. كيف الإنسان يشعر بإنسانيته فعلا عندما يعيش في المنفى؟ يعني أيضا هي
المنفى 3D تشعري به 3D وليس كلمة في 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 كتاب أو في لسان يسمع كلمة المنفى، ولكن عندما الإنسان يعيش في المنفى يشعر بحجم هذا الألم وهذا الحرمان من الوطن ومن الأهل ومن الأصدقاء ومن كل الأشياء الجميلة في الحياة. فأعتقد هذه كانت الفترة هي البحث، ويعني الإنسان كيف يتعلم من المنفى وكيف يواجه المنفى وكيف يبقى، يعني البقاء هو صراع طويل جدا يتوج بالعودة إلى الوطن. هذه هذا هو الأيام الأولى، سميها الأيام أيام الألم. أيام الألم هي الأيام الأولى من المنفى. الشاعر الجميل العراقي المرحوم صديقي بلند الحيدري قال قطعة شعر جميلة جدا، هذه أنا السطر الأول عايز أستعمله كعنوان الكتاب. يقول: بالأمس مر من هنا قال لنا شيئا ومر من هنا، أبقى لنا شيئا ومر من هنا.